قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. كشفت إلهام شاهين أثناء حلولها ضيفة اليوم السبت 18 مايو 2019 ببرنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة أن أول فيلم لعمرو دياب كان مع إلهام شاهين واسمه السجينتان، وأنها لم تحبذ زواجه بأختها إيناس لأنها كانت صغيرة وكان عندها ساعتها 17 سنة. كما كشفت أنها قامت بنط سور الأكاديمية التي تدرس بها، وأوضحت إلهام شاهين أنها بذلك اليوم عملت حادثة بسيارتها وتأخرت على المحاضرة، وكان رئيس الأكاديمية الدكتور فوزي من الشخصيات الملتزمة جدا، وكان باب الأكاديمية يغلق لمنع دخول أي طالب أو طالبة بعد الميعاد المقرر، ويومها قامت بالنط من أعلى السور، ولكن رئيس الأكاديمية ظبطها وهي تكمل وتحاول أن تنط أيضا من شباك الكافيتيريا، وكان ينوي رفضها رغم استعطافها له. كما أكدت أنها مسلمة وتحترم كل الأديان، وأن سماح أنور ظلمت في الفيلم الذي قامت بإنتاجه حيث تم إلغاء دورها بالكامل. وكشفت أنها فاشلة جدا كمنتجة اقتصاديا، ولكنها ناجحة جدا من منطق أنها تقدم شيء نافع للمجتمع. كما أن عين إلهام شاهين دمعت عند ذكر سيرة والدتها الراحلة، وحتى الآن لا تستطيع أن تتقبل فكرة فراقها. كما أفصحت أن ثورة 25 يناير كانت عبارة عن مؤامرة، وأشادت بالرئيس المبارك وقالت أنه رجل محترم. إلهام شاهين ممثلة مصرية ولدت في 3 يناير 1961، وفي عام 82 حصلت على بكالوريوس من معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل، وبدأت حياتها السينمائية في سبعينيات القرن العشرين من خلال فيلم رجل اسمه عباس في عام 78، وقدمت بعده أفلاما عديدة وكانت أدوارها تكبر إلى أن وصلت إلى أدوار البطولة. ومن المعروف أن النجمة إلهام شاهين واحدة من أكثر الممثلات إثارة للجدل في موضوع الزواج، ولعل زواجها من رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة يبقى أحد أغرب المواضيع الشخصية التي عصفت بحياة النجمة والتي كادت تودي بها، إذ مع بداية عام 97 احتلت إلهام شاهين صفحات الحوادث في الصحف والمجلات، ليس بسبب نجاح أحد أفلامها أو مسلسلاتها التلفزيونية، وإنما بسبب تداعيات زواجها وطلاقها. إيه؟ إلهام شاهين. إلهام تفاصيلها التي بدأت عام 94 عندما تعرفت على عزة قدورة في إحدى الحفلات وربطت الشائعات بينهما، مشيرة إلى أنه روج على هذه الشائعات لأنها كانت ترفض الزواج منه، وأكدت أنها قبلت الزواج منه لإسكات الألسنة التي تحاول النيل من سمعته وتثبت أنها لم تكن على علاقة محرمة به، لأن الرجل لا يمكن أن يتزوج من امرأة كان على علاقة بها. وفي آخر يوليو عام 96 عقد قران إلهام وعزت قدورة، وبعد 10 أشهر طلقته لأن العصمة كانت في يدها. وخلال الأشهر العشرة التي قضتها زوج له حدثت تطورات عديدة، فبالرغم من إخفائها خبر زواجها عن الصحافة إلا أنها أخبرت بعض صديقاتها في الوسط الفني وأسرتها تنفيذا الاتفاق معه على الكتمان حتى تتزوج ابنته، وبعدها يحق لإلهام أن تنجب وتعيش حياتها كزوجة. ولدى سؤالها عن حقيقة أن رامي لكح وضع طائرته الخاصة تحت أمرها لعدة سنوات وبيعه بعض ممتلكاته في القاهرة لها قبل التحافظ عليها من قبل مكتب النائب العام والبنوك الدائنة له، ده رامي لكح، قالت كذب، كلها أقاويل لا تستند لأي حقيقة، وأعتقد أن هذا الموضوع أخذ أكتر من حجمه بمراحل، وأصبحت أشعر بملل من الحديث عنه ولا داعي للخوض فيه مرة ثانية. ده رامي لكح. وأيضا حول موضوع الزواج سئلت هل صحيح أن والدك كان السبب في فسخ خطبتك من الفنان وجدي العربي؟ فقالت نعم صحيح، فبعد أن تمت خطبتي لوجدي العربي
ده الفنان وجدي العربي. وقف والدي في الطريق حيث قال له: أنت هتسيبها تمثل؟ مما جعل وجدي العربي يتردد في ارتباطه بي، رغم أنه لم يكن معترضا على عملي كممثلة، خصوصا أنه تعرف علي في أحد المسلسلات. هنشوف ايه اللي حصل دلوقتي. ده كان حاطط على صدره مشروع شهيد. لكن تحريض والدي على أن أبتعد عن التمثيل خلق بيننا خلافات كثيرة انتهت بالانفصال. وكانت إلهام قد شغلت الصحافة بأخبار زواجها وطلاقها من المنتج عادل حسني، مما رسم علامات استفهام عديدة حول ذلك الزواج. أوضحته إلهام في إحدى لقاءاتها قائلة: الحقيقة أنهم عندما قالوا أن زواجنا كان سرا لم نكن قد تزوجنا بعد، بل كنا نعيش قصة حب استمرت 3 سنوات. وربما انطلقت هذه الشائعة لأنني كنت أتواجد معه في أي مكان يذهب إليه، سهرات، حفلات، أماكن عامة. فاعتقد البعض من شدة ارتباطنا أننا قد تزوجنا سرا، وعندما سألوني وقتها عن الحقيقة نفيت خبر الزواج. ولما تزوجنا بالفعل أعلنا الأمر لكل الناس. الغريب أن بعض الصحف نشرت أخبارا عن انفصالنا الفعلي قبل أن يتم الطلاق بحوالي 20 يوما. صحيح كانت بيننا خلافات مثل أي زوجين، لكننا كنا نعيش معا ولم ننفصل. وتابعت قائلة: تزوجني عادل حسني اتفق معي على عدم العمل إلا في أعمال من إنتاجه، فلما عرضوا علي مسلسل ليالي الحلمية وافقت. وعندما أبدى اعتراضه على ذلك قلت له: أنت منتج سينمائي ولا يمكن أن تحرمني من العمل في التلفزيون والمسرح، وأرى أن الدور مكتوب بشكل جيد وأتمنى أن أقدمه. وكانت وجهة نظري أن عملا واحدا يمكن أن يصنع شهرة الفنان. فلما صممت على المشاركة في مسلسل ليالي الحلمية وقعت خلافان بيننا، وبدأ يشكوني لأهلي، وتصاعد الموضوع حتى انتهى بالطلاق. والحقيقة أن أحد أسباب الطلاق هو دخول عادل حسني في مجال الإنتاج السينمائي، وكنت أول من عارض ذلك. وقلت له ذات مرة: كم تمنيت طوال عمري أن أرتبط برجل من خارج الوسط الفني، وأنت بدخولك الوسط الفني أفسدت علينا حياتنا الزوجية. وعن مشاعرها قبل عادل حسني قالت: كانت أول تجربة وأنا عمري 12 سنة أحضرت جارا لنا في سن أبي، كنت معجبة به جدا رغم فارق السن. أما عادل حسني فكان أول تجربة حب حقيقي في حياتي. هنا مع المنتج عادل حسني، دي صور نادرة ليها معه. ده المنتج عادل حسني. من ناحية أخرى، عمة الفنانة إلهام شاهين هي الممثلة إلهام زكي، وهي ممثلة مصرية رشحها الفنان شكري سرحان للدخول لمجال الفني للمشاركة بدور صغير بفيلم مملكة النساء عام 55، لتشارك بعدها في العديد من الأفلام بأدوار ثانوية. من أبرز أعمالها سيدة القصر، خالد بن الوليد، حماتي ملاك، لتتوفى هي وشقيقتها في حادث سيارة عام 1960. دي عمة إلهام شاهين. من ناحية أخرى، في اتصال هاتفي مع قناة سما الفضائية المؤيدة للأسد، باركت الفنانة المصرية إلهام شاهين لجيش الأسد سيطرته على حلب الشرقية، المعقل السابق للمعارضة السورية. ونقلت مواقع إخبارية سورية تصريحاتها والتي قالت فيها: أنتوا جيش قوي وربنا هينصركم. واستنكرت كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلام إلهام شاهين، وأيده أيضا الكثير. هنا كانت مؤيدة لبشار الأسد. وكانت من ناحية أخرى أيضا، حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على الإعلامية رولا خارسة، وجاء ذكر البابا شنودة. وقالت إلهام عنه أنه دائما كان كلامه جميل وهادئ جدا وبه حكمة. ده البابا شنودة قالت عليه أنه حكيم. ووافقتها رولا خارسة قائلة أنه كان دمه خفيف وعنده جانب روحاني عالي جدا. وتابعت إلهام أنه شخصية لا تتكرر بسهولة. هنا أثناء اللقاء. جاء
كما أضاف أنها وهالة صدقي صديقة عيني، وكانت تذهب للكنيسة ليلة العيد بصحبتها، وأيضا هالة صدقي كانت تصوم أول أيام رمضان وتزور إلهام شاهين لتفطر معها، كما قابلت إلهام شاهين البابا شنودة عند تعميده لأطفال هالة صدقي. من كلمات البابا شنودة: ازرع الحب في الأرض تصبح الأرض سماء، انزع الحب من الأرض تصبح الأرض قبرا. لو أعجبكم الفيديو تشتركوا في القناة. شكرا.